So what's up guys, معكم اكرم دراغون فيديو جديد. واليوم عندنا انبوكسين ديال الكارت ميموار جديده وشي بياسه اخرى اللي غنعرفوها من بعد. واليوم غادي نهضروا علاش بدلت هذا الكارت ميموار وشريت وحده اخرى. سو باش نبداو القصه من الاول، غادي نبدا لكم باول كاميرا بديت بها اللي تفرجوا في السيتاب يكونوا عارفينها. المهم هي هذه الكانون اي او اس ريبت 3 اي، هذه هي الكاميرا الاولى لاول وحده تنصور بها. من قبل كنت نصور بالاونر اتش اكس ورجعت نصور به بواحد السبب. كارت ميموار اللي كنت نستخدمها بداك الكاميرا هي هذه كينغستون 16 جيجا، مي 16 جيجا ما كافياش، كانت كافيه الكاميرا الاولى، مي الكاميرا الثانيه هذه اللي تنصور بها اللي ميكس جي اس 5 ما كافياش. المهم هي هذه النوع ديالها ميكرو اس دي، انها تقدر تولي بحال هكا. هذا هير ادابتور تتلصقون معاه 16 جيجا، والسبيد ديالها ماشي شي حاجه، انها تقدر تترونسفيري 80 ميجا بايت. هادشي اللي كاتبين في الصندوقه، نشوف الصندوقه هنايا الرقم اللي كاتبين تما انها تقدر ترونسفيري 80 ميجا بايت. مي هذا بالنسبه هير ترونسفير، تحول من هنا لهنا. مي الكاميرا تستافد من رايت سبيد وحدها، اي انها تقدر تسجل في الكاميرا، باش تسجل في الكاميرا خص الرايت سبيد يكون طالع. سو هذا هو المشكل اللي كان. كما قلت لكم دوزت هذه الكاميرا واحد المده، مي كنت نصور الجيم بلاي كانت تتبرصني، عندها مشكل انها تتوصل 27 دقيقه تطفى الفيديو تيطفى ما تيكملش 27 دقيقه. خصك تكون داير في راسك انها توصل 25 دقيقه توقف الجيم، تحاول تسالي الجيم من تشوف قربات داك 20 27 تفيها وعاود تسجل من الاول باش ما ديرش لك مشاكل. اما خليتيها تتريكوردي 27 وغتبسطك بزاف. سو هادشي علاش اللي خلاني نرجع للتليفون ديالي، حيت كانت فيها خدمه بزاف مع اكثريه مع الصوت، حيت الصوت تصور بوحدو كاميرا والفيديو بوحدو في الكاميرا بزاف تدير مشاكل. رجعت للتليفون ديالي صورت به مده طويله الاونر اتش اكس، تجات هاد الكاميرا هادي وجات مع الصندوق اللي شافوا الانبوكسين ديال الكاميرا، جات هادي 32 جيجا بايت. هادي السرعه ديالها مزيانه محترمه، ولكن تتنفع هي الفول اتش دي، والحجم ديالها 32. باش نجي نصور فيها 4K، الا صورت 4K 60 اف بي اس وحده هاد 32 جيجا تقدر تصور ليا 25 دقيقه، 25 دقيقة 4K 60 FPS. هادشي علاش مشيت زدت 32 جيجا أخرى بنفس النوع، نفس كلشي، نفس المواصفات. 32 جيجا سامسونج حتى هي زادتني 25 دقيقة أخرى، ولات عندي 50 دقيقة توتال. مي مؤخرا تنبغي نصور موضع سينمائي 4K ما تنقدرش. إلا أنتم غنطلع لكم واحد الفيديو غتشوفوا التواقيت نقدر نصورهم فول اتش دي وال 4K والسينما 4K، غتشوفوا المشكل اللي غيطلع ليا. غايقول لي رايت سبيد ما كافياش باش نقدر نسجل سينما 4K. هاد المشكل اللي برصتني عرفتي سخسخني، وانا تعجبني داك الوضع السينمائي تنبغي نسجل منه هي لقطات على الاقل هي دقيقه، ماشي دقيقه نقدر نصورها متواصله بخير عندي. هادشي اللي خلاني نجيب كارت ميموار احترافيه هي هادي الاكسر، المهم 256 جيجا. المهم هي هادي الاكسر كيما قلت لكم، الرايت سبيد ديالها 90 ميجا بايت والريد 100 ميجا الى تكون السرعه ديال الترونسفير. مي هذا ماشي هو المشكل الوحيد اللي كاين، باش تقدر تستافد من هاد السرعات هادو خصك ضروري كارد ريدر. المهم غنوريكم اول كارد ريدر كنت نخدم به هو هذا يو اس بي 2. ها هو المهم يو اس بي 2 هذا تيخليني نترونسفيري الداتا بسرعه ديال 480 ميجا بيت بار سكوند. باش ترجع البايت خصك تقسمها على 8 تعطيك تقريبا 34 ميجا بايت اللي كندير معايا بخير الصراحه حتى واحد المده وهي مابقاش خدامه. هذا المشكل اللي خلاني نستخدم هذا الكارثه هذا يو اس بي هاب، مي فيه البلاصه ديال كارت ميموار. ها هو يو اس بي هاب فيه اليو اس بي 2 اللي السرعه ديالو ما يمكنش. غادي نوريكم الفرق بين السرعات ديالهم كاملين والفرق
الفرق بين السرعات ديال لي كارت ميموار كاملين اللي عندي. المهم جوج خدام بهم دابا اللي قلت لكم سامسونج سانديسك وما هادو ما هادو خدام بهم جوج الكاميرات 32 64 جيجا، وكاينين ثلاثه اخرين لكنين جوج اخرين وحده ما فيهاش. المهم غنوريكم اللي فيهم. عندي هادو وحده عاديه وحده اللي هي كينغستون اللي قلت وريتها لكم قبيله، وغنوريكم التيست ديال هادي باش تعرفوا الفرق واش كاين شي فرق ولا غير هضره وصافي. المهم من بعد باش خديت الكاميرا لقيت فيها هاد يو اس بي 3 وكاميرا فيها يو اس بي تايب سي، بقيت نخدمها مي وخا يو اس بي 3 تعطيني السرعه ديال يو اس بي 2 اقصى سرعه يوصل ليها 34 35 ميجا بايت. دابا كما قلت لكم غنوريكم السبيد ديال لي ترانسفير كاملين باش تعرفوا الفرق. سو باش نستافد السرعه الحقيقيه ديال هاد الكارت ميموار هادي نوري لكم دابا، نوري لكم ليكسر هادي اللي تتوصل السرعه ديالها حتى 100 ميجا بايت ابتو، زعما اقصى حد ماشي تسمع 100 ميجا بايت صافي غتعطيك 100 ميجا نيشان، لا غتعطيك 50 90 95 بحال البياسه اللي هي هادي. USB 3 كارد ريدر اللي غنشوفو انا بغيت نتيستي ما قريتش المواصفات ديالو، مي كاتبين USB 3 USB 3 تقدر ينقل 5 جيجا بيت باغ سكوند، 5 جيجا بيت قسمها على 8 غتعطيك شحال اللي غتكون ديك 600 ما عارف بالضبط. المهم باش تلقاها بالضبط غضرب 5 جيجا بيت غضربها في 1024 وداك الرقم اللي عطاك قسمو على 8 ياك فهمتي، باش تعطيك السرعه بالميجا باش تعرف باش تعرفها بالميجا بايت فهمتي، دوختكم دابا. المهم الا كنتو عارفين الجيجا 1 جيجا هي 1024 ميجا، صافي على حساب على هذا الحساب غتجي هذيك 1024، 5 جيجا بيت غضربها في 1024 غتحولها لكم الميجا ميجا بيت، ولكن باش ترجعوا للميجا بايت خصكم تقسموها على 8. المهم انا ما وصلتش قولوا لي، غندير لكم فيديو كامل والشرح كامل على الكارت ميموار من الاولين، بعد نهضروا على الجيجا بيت ولا جيجا بايت الا بغيتوا تفهموا في هذا الشيء مزيان. المهم دابا غندوزوا الانبوكسين، طولنا بزاف في الهضره، ندوزوا الانبوكسين وندوزوا للتيست. سو الاخوان انا رجعت لكم. المهم دابا جا الوقت باش نتيستيو باش نشوفوا واش بصح كاين شي فرق ولا غير هضره. المهم غنبداو نحاول نبدا من الارخص للاغلى فهمتي، غنبداو باول وحده كارت ميموار عادي ديال التليفون 8 جيجا ميكرو اس دي، هذه ميكرو اس دي باش تقدر تكشف التليفون. المهم غنجربها في احدث كارت ريدر اليو اس بي 3.0 باش يكون التيست عادي فهمتي، باش نقدروا اكبر سرعه تقدر توفرها لاكار نقدروا نقراوها. المهم ها هي بروغرام اللي غيعاوننا ولا لوجيسيال اللي غيعاوننا في هذا تيست، هو واحد لوجيسيال سميتو اجاك سيستم تيست، هذا اللي غيعاوننا بزاف باش نحددو اسرع كارت ميموار عندي دابا حاليا ونعرفو الفرق بيناتهم. انا تنقول لكم من دابا الريد ما تنهضرش عليه زعما الترونسفير ديال لي دوني، تنهضر على الرايت سبيد. الرايت سبيد هي المهمه بالنسبه للكاميرات، هي اللي تتحدد واش الكاميرا غتصور ب 4K ولا فول اتش دي ولا اتش كي، راه كاين كاميرا تصور اتش كي. المهم الرايت سبيد هي اللي مهمه في لي كارت ميموار ديال الكاميرا. يلا يعني نبداو بسم الله. المهم كما تشوفوا بعدا نشوفوا واش فوالا قراها هي ترانس كان 8 جيجا، وغنبداو التيست غنديرو فايل 1 جيجا نديرو شي حاجه اقل. المهم خلي 1 جيجا غنديرو فايل تيست 1 جيجا نمشيو بسم الله. المهم
سو دابا هو سالا تيست كما تشوفوا هاد الكارت ميموار ماشي ديال التصوير نهائيا، هذه هي ديال الموسيقى دير فيها شي فوطو، المهم ستوكاج وصافي. اما ديال الكاميرا صعيب حيت فرايت سبيد ديالها 4 ميجا بايت بار سكوند، هذه اللي سرعه ثقيله بزاف بزاف كاع. عندك 22 في الريد، 22 ماشي خايبه ولكن مش احسن حاجه. المهم دابا هذه الكارت ميموار الاولى، غندوزو للثانيه اللي هي كينغستون 16 جيجا. فوالا دابا ركبتها، دابا غتكون تقرا فوالا ها هي كينغستون 16 جيجا. دابا نبداو تيست ديال كارت ميموار الثانيه. فوالا التيست الثاني كمل، وكما تشوفوا الرايت سبيد 9 ميجا، سرعه ماشي ديال التصوير شهيه. مي كنت نخدم بها ديال كنت نخدم بها في المره الاولى، ما كانش عندي كانون كاميرا ديال كانون سميتي، والريد ديال كارت ميموار هذه هي 78 ميجا بايت، يعني شي حاجه زوينه. الا كنتي غتنقل الداتا ديالك من الكارت ميموار بي سي غتنقلهم بسرعه زوينه. المهم سالينا من كينغستون، دابا غندوزو للكارت ميموار اللي وراها اللي هي سان ديسك، هذه اللي كانت جات مع الكاميرا الجديده ديال ليميك جي اس 5. غنديستيوها وغنشوفوا سبيد ديالها كما تشوفوا هنا، وتعرفوا على سان ديسك 32 جيجا. دابا غنبداو التيست ديالها. فوالا هاد الكارت ميموار شويه مقبوله حيت فيها 20 ميجا بايت، المهم غتصور فيها فول اتش دي مرتاح، ما كان عندك حتى مشاكل. 4K غتلقى المشاكل. وبالنسبه للريد، الريد كما قلت لكم ما تهمناش حنا الريد، الريد الا بغيتي ترانسفيري كما قلت في الاول حنا تهمنا غير الريد. الريد راه قلت لكم راه اغلبيه الكارت ميموار اللي محتارمين راسهم كاملين يكون الريد ديالهم قريب ل 100 ميجا. سو دابا غندوزو الكارت ميموار اللي وراها اللي هي سامسونج تاي 32 جيجا. فوالا كما تشوفوا هنا وقراها سامسونج، غنبداو التيست ديالنا. سو كيما تشوفوا بالنسبه لهذا الكارت ميموار سامسونج 32 جيجا، هذه لافيتاس ديالها شي زعما سريع بزاف على السانتيسك ولا لي كارت ميموار اللي قبل كاملين. كيما تشوفوا 32 ميجا بايت في الرايت، هذه سرعه اللي مزيانه تصور لك حتى 4K، ولكن ملي غتطلع سينما 4K ما غاتقدرش تصور. دابا غندوزو الكارت ميموار اللي شرينا هير دابا، وعليه الموضوع كامل اللي تنهضروا عليه باش نشوفوا الفرق اللي تيحدثوا انك تشري كارت ميموار شي حاجه بروفيسيونيل. دابا غنشوفوا الفرق ديال سبيد، كيما تشوفوا 32 ميجا بايت في الرايت. دابا غنشوفوا الكارت ميموار ليكسار اللي خدينا 256 جيجا شحال تكون سبيد ديالها. كما تشوفوا هي ليكسار 256 جيجا. دابا غنبداو التيست ديالنا ونشوفوا سبيد كي دايره. كما تشوفوا الفرق كبير بين هذا الكارت ميموار والكارت ميموار اللي فاتوا اللي وراها في الترتيب، اللي هي سامسونج دارت تقريبا 30 ميجا بايت، زعما اكثر من 30 ميجا بايت بشحال قليله 32، هذه 82 ميجا بايت، فرق كبير. هذه اللي غتخليني نصور 4K مرتاح. دابا غنشوفوا لي فرق ديال لي كارت ريدر، الكارت ميموار ريدر زعما هذوك اللي تيقراو لا كارت ميموار. دابا انا كيما في التيست هذا استخدمت الكارت ريدر اللي شريت مؤخرا USB 3.0. دابا غنوريك هذوك اللي كانوا عندي شحال هذه، وغندو غادي ندير لكم تيست فعلي. غندير تقريبا فايل في 1 جيجا وغنترونسفيريه في كل مره في ريدر مختلف، قارئ مختلف. سو الاخوان غنبداو التيست ديالنا هاد المره، ولكن خصني نجيب الكرونو ديالي، نتوما ما تخافوش غنطلق لكم الكرونو في المونتاج. اول واحد غنبداو به دابا هو USB 2.0، ولكن غنخدمو في USB 3.0 باش يكون تيست موافق مع كل شيء، زعما الظروف تكون موحده. وحتى الكارت ميموار اللي غنستعمل هي ليكسار 256 جيجا اخر وحده شريت. فوالا هاي تقرات دابا، غنمشي ونهزو هاد الفايل، هاد الفايل فيه غنوريكم شحال فيه طب 1 جيجا 0.5.
ولكن ما تتشوفوا دابا ثلاث تيست 22 دقيقة و 56 ثانية هادشي اللي بزاف. لا 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 شكون كان عايش انا يا وي 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 22 دقيقة باش ترونسفيري ان جيكا ديال معلومات. دابا غندوزو للتيست الثاني اللي غيكون USB 3.0 برونشي ديريكتومون من الكاميرا. هاد الكارت ميموار ركبها في الكاميرا هادي اللي كنت نستعمل مؤخرا. تركب الـ USB في الكاميرا وتركب من PC USB 3.0 USB عادي جهة فيها USB 3.0 وجهة فيها USB Type-C. ولا دابا غنداو تيست عليه. دابا ركبت الكارت ميموار في الكاميرا ودابا هاي كما تشوفوها قدامكم. دابا نحاولو نشوفو التيست الثاني ونديرو حتى الوقت هو باش نعرفو الفرق بالوقت. ولا الفيديو هو هذا غنترونسفيريو نص البلاصه مسحت الاولاني باش ما يقولش لي راه ديجا كاين. فوالا غنديرو مع نبرك على الباس ما نطلع كرونو شكون داكشي قاعده. ولا سالف 55 ثانية بالطبع وكانت السرعة ديالو قريبة 20 ميجا بايت. وملي تيكون عندي حجم ترونسفير كبير فحال 30 جيجا بعد المرة تنصور بزاف لدرجة ان 32 جيجا تشعمر كاملة تنجي ترونسفيريها تتكون السرعة قريبة 30-34 شي علاش قلت لكم ترونسفيري USB 2.0. دابا كما شفتو قلت لكم 55 ثانية فهاد التيست الثاني. دابا غنشوفو الكارت USB ريدر كارت ريدر اللي شرينا مؤخرا اللي درنا عليها الفيديو هذا والانبوكسين غنشوفو واش تستاهل تشرا ولا لا فهاد التيست اللي غنديرو دابا. كما تشوفوا ترانسفير الفيديو في 12 ثانية شو السرعة يا سلام. دابا الراحة والسياحة نعم سي تصور شحال ما بغيت شي وترانسفيري بلا فيتاس اللي بغيت شي. كما تعرفوا USB 3.0 لا فيتاس ديالها هي 5 جيجا بيت بمعنى انها 600 شي حاجة بحال هكا ما عرفتش بالضبط. المهم سرعة كبيرة كثر الا كان عندك شي كارت ميموار هاي اند اللي تقدر ترانسفير كثر من هاد السرعة هادي عرفتي راه غتعيش الحياة السعيدة. صور الاخوان بهذا تنكون وصلت لنهاية الفيديو وتنتمنى ديروا ابوني ولايك خليونا مجموعين نوصلوا ل 1000 و 10000 و 100000 ان شاء الله. بيس عليكم الاخوة.